حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر خبراء اقتصاديون من فقدان العراق السيطرة على دخول المواد والسلع ومن الإخفاق بحماية المنتج الوطني. وبحسب الخبراء فإن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية يتسبب بإفشال أي مشروع خاص بالتنمية الصناعية المحلية أو السيطرة على الاستيرادات، فضلاً عن تنامي المشاكل المرتبطة بالقضايا المالية بين بغداد وأربيل، مؤكدين أن مشكلة العراق تكمن في عدم ضبط إيقاع المنافذ بسياسة إجرائية موحدة. قال خبراء اقتصاديون إن تأخر إقرار قانون الموازنة العامة في العراق تعد من أبرز مشكلات الركود التي تشهدها الأسواق المحلية خلال هذه الفترة. نقلت وسائل إعلام عن الخبراء تأكيدهم أن الأشهر الثلاثة القادمة ستشهد ذروة الركود الاقتصادي بسبب تأجير المواطن عملية الشراء إثر تداعيات انخفاض قيمة الدينار وعدم استيراد التاجر أيضاً لذات الأسباب، مشيرين إلى أن تأخر الاستيراد لأكثر من شهرين كمدة لوصول البضائع والسلع والخدمات سيرفع من أزمة الركود. أكد النائب السابق غالب محمد أن سلطات أربيل ترفض إدراج رواتب الموظفين والمتقاعدين وفق النظام الإلكتروني. وقال النائب محمد إن الجهات الحكومية في أربيل ترفض تحويل الرواتب على النظام الإلكتروني كما هو معمول به في المحافظات العراقية الأخرى، وأضاف أن تحويل الرواتب بالنظام الإلكتروني سينهي قضية الموظفين الفضائيين، لافتا إلى وجود الآلاف من هؤلاء الموظفين الذين يستلمون رواتب ولا وجود لهم على أرض الواقع. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 9 ملايين برميل في شهر كانون الأول الماضي، ليحتل العراق المرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر كانون الأول الماضي نحو 9 ملايين برميل، وبمعدل بلغ 288,000 برميل يومياً، مرتفعاً عن شهر تشرين الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 8,550,000 برميل، وبمعدل بلغ 285,000 برميل يومياً. كشفت شبكة ليدرشيب الأمريكية المعنية بالشؤون السياسية عن استعداد أكبر شركات النفط الأمريكية إكسون موبيل وشيفرون لهجرة المشاريع العالمية والعودة إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة وبعض الدول المحددة داخل القارة الأمريكية. وأشارت الشبكة إلى أن عصر سيطرة الشركات النفطية الأمريكية على جزء كبير من السوق العالمي يشارف على الانتهاء الآن بعد فقدان تلك الشركات قدرتها على التربح من المشاريع الخارجية النفطية وتصاعد الضغط من قبل المستثمرين على حصر استثماراتها داخل الولايات المتحدة فقط وسط عجز شبه تام من السلطات الأمريكية على تعديل قرارها. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.